تلخيص صابون. اهلا بيكم في فيلم جديد. فيلم جديد بعنوان مامي لونج ليجز اللي دخلت الغابة. يا ترى هتعمل ايه؟ مامي لونج ليجز دي عندها رجلين طويلة قوي وايدين طويلة قوي، بتقدر ان هي توصل لأي حاجة هي عاوزاها بكل سهولة. وهجمت على الغابة النهاردة ودخلت وخطفت البيت اللي الحيوانات دول كانوا بيلعبوا بيه وهربوا وهم خايفين زي ما انتوا شفتوا. فدخلت الغابة وقالت انا هروح اتسلى على الحيوانات، تعالوا تابعوا معايا. انا جعانه قوي، انا شم ريحه اكل. ايوه جاي من عند الفلفل فيلو اللي هناك ده. وهنا بنشوف الفلفل فيلو التختوخ ده قاعد ياكل طبق مكرونه كبير قوي قد بطنه كلها ومبسوط بيه وعمال ياكله. فجاه ظهرت الايدين بتاع مامي لونج ليجز وسحبت الطبق وخدته. الفيل اتخض وترعب وبيقول عفريت، في عفريت في الغابه خطف طبق المكرونه بتاعي، انا لازم اهرب بسرعه. وهرب. واتاريها مامي لونج ليجز هي اللي خدت طبق المكرونه وظهرت لينا اهيت، وقررت ان هي تروح تاخد حاجة اكل كمان. وهنا الاسد ده عمال ياكل في اللحمة دي ومبسوط. فجأة ايه اللي هيحصل؟ زي ما هتشوفوا دلوقتي. هم 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 هم. ايه ده؟ اللحمة راحت فين؟ اللحمة اتخطفت من قدامي. مين اللي خطف اللحمة بتاعتي؟ مش هسيبكم يا حيوانات الغابة. مين اللي خطف اللحمة بتاعتي؟ ومن هنا كل الحيوانات اترعبت، وكل الحيوانات عمالة تجري وتستخبى في بيوتها ويحذروا بعض ان في عفريت في الغابة بيخطف الاكل اللي في اللي في الغابة. فكلهم هربوا لبيوتهم ويستخبوا علشان خايفين على نفسهم. اما هنا بقى بنلاقي عمنا سكار بيتخانق هو والضبع على حتة اللحمة. سكار طماع واداله حتة لحمة صغيرة بعد ما سرقوها مع بعض. فالضبع بيقوله ازاي هتاخد الحتة الكبيرة وانا الحتة الصغيرة؟ سكار بيقوله طبعا انا الاسد وانت الضبع، يعني انا اللي اخد الحتة الكبيرة. وطبعا الطمع اخرته وحشة، وجات مامي لونج ليجز وخطفت حتة اللحمة الكبيرة. الضبع ما بقى مبسوط فيه قوي وبيقوله احسن علشان انت كنت طماع. في الوقت ده مامي لونج ليجز ما حبتش تزعله هو كمان وخطفت حتة اللحمة بتاعته. فضلوا هما الاتنين يستغربوا من اللي حصل، قالوا ده اكيد في عفريت في الكهف، وقعدوا يعيطوا هما الاتنين وطلعوا يجروا من الكهف. اما هنا بقى مامي لونج ليجز ظهرت قدام الغزاله دي. ايه الغزاله دي؟ قالت ايه اللي انا شفته ده؟ دي مامي لونج ليجز دي ولا ايه الكائن الغريب ده؟ اكيد هي دي اللي بتبلغ ملك الغابه ان هي اكيد هي دي الحراميه اللي في الغابه، وكل الحيوانات خايفه ومرعوبه منها. فراحت الغزاله بسرعه تبلغ الاسد. وهنا بنلاقي الاسد قاعد وبيكلم نفسه ازاي اللحمه بتاعته اتخطفت منه. وهنا بتيجي الغزاله وبتقول له على كل اللي شافته. يا اسد سيمبا، انا شفت الوحش اللي بيخطف يا اسد سيمبا وعرفت هو مين. انا عارف مين يا غزاله، اتكلمي بسرعه. دي انا رايحه حاجه كده لونها بينك وشبه العروسه اللعبه. ايه ده؟ ده كائن غريب عجيب، اول مره اسمع عنه. انا لازم دلوقتي بسرعه اروح اتصرف واشوف حل للمشكله دي. اما هنا بنشوف بوب الشرير نزل الغابه وعمال بيدور على مامي لونج ليجز وبيقول ان هو لازم يطلعها بره الغابه لانها عايزه تاخد الغابه مكانه، والغابه دي هو اللي بيحب يتسلى على الحيوانات اللي فيها. يعني شرير برضو مش جاي علشان يطلعها علشان خاطر عيون الحيوانات، لا علشان خاطر نفسه. وبيقول انا جاي لك يا مامي لونج ليجز ايا كان مكانك فين في الغابه. أنا كلت وشبعت قوي.
وهنا بيظهر بوبي الشرير وبيقول لها اخيرا لقيتك يا مامي لونج ليجز، ده ما كانش اتفقنا ابدا ان انت تنزلي الغابة دي بتاعتي انا. فهي طبعا شريرة وطبعا عمالة تلف وتدور حواليه بايديها الطويلة ورجليها الطويلة. يا ترى هتعمل ايه في بوبي الشرير؟ يا ترى هتسيبه ولا هتطلع برا الغابة ولا هتعمل ايه؟ شايفين عملت فيه ايه؟ ربطته بحبل من غير ما يحس، قال لها طلعيني فكيني، قالت له لا طبعا انا عمري ما هطلع من الغابة دي، انا حبيتها وحبيت كل الحيوانات اللي فيها، طعمهم حلو ولذيذ، لازم يا بوب الشرير تتأدب وتفضل مربوط هنا وتسيبني اعيش براحتي في الغابة. فضل بقى مربوط لحد ما وصل عنده الاسد وبيقول له هي ناقصاك انت كمان ان انت تدخل الغابة، وايه كمان اللي ربطك كده؟ دي حاجة غريبة وعجيبة. قال له فكني فكني، مامي لونج ليجز هي اللي عملت فيا كده، لو فكتني هخلصك منها. فالاسد طبعا ما صدق وقال طيب اهو واحد شرير يروح بقى هو اللي يتخلص منها، ان مات يبقى ايه بقى، خلصنا منه وخلاص، يلا بقى ما فكك وروح خلص لنا عليها، ولو ما خلصتش عليها انا اللي هربطك تاني بالحبل ده. فبوب الشرير قال له ماشي يا عم بس فكني. فالاسد فك الحبل بتاعه وقال له يلا روح وخلص عليها، خلصنا منها. شكرا يا اسد سيمبا، انا رايح انقذكم منها. وهنا بتصحى مامي لونج ليجز بتلاقي نفسها في الفضاء فوق بعيد على كوكب غريب غير كوكب الارض، بتقول ايه ده، هو انا ايه اللي جابني هنا، انا كنت في الغابة، هو انا صحيت ولقيت نفسي هنا ولا انا بحلم ولا ايه، ده اكيد بوب الشرير هو اللي جابني هنا، ارجوك يا بوب الشرير رجعني تاني الغابة. فبوب الشرير طبعا رماها فوق في الفضاء وسابها ومشي. وهنا الاسد بيقول الحمد لله كده الغابة رجعت في امان وسلام، وبوب الشرير اختفى هو كمان، يلا دينا خلصنا منهم هما الاتنين. بس انا بحذركم يا اشرار، اوعى حد يفكر يرجع لغابة الاسد سيمبا، هاكله بسناني. ومن هنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، وإذا عجبكم الفيديو ده يا أصحابي ما تنسوش تعملنا لايك واشتراك في قناتنا تلخيصة بوم، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.